في حديث جميل جدا، الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مما فضل به رسولنا صلى الله عليه وسلم، واجزم بمعراج النبي كما رووا الإسراء والمعراج. دعاه الله لمشاهدة ملكوت السماء والأرض في تلك الرحلة القدسية التي ركب فيها البراق، والبراق هو حيوان سريع جدا يضع قدمه عند نهاية طرفه. وصحبه في هذه الرحلة جبريل عليه السلام وميكائيل، حيث أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهناك التقى بالأنبياء الذين جمعهم الله لتحيته، ثم عرج به إلى السماوات العلى، حيث ذهب إلى السماوات السبع، وكان في استقباله في كل سماء نبي مقرب. ولازال صلى الله عليه وسلم يترقى إلى سدرة المنتهى، إلى حيث سمع صوت الأقلام، صرير الأقلام، وهو صوت كتابتها على الورق. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم الآيات من 8 ل 10، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي تلك الرحلة الكريمة قابل الأنبياء، وفرضت عليه وعلى أمته الصلاة 50 في الأداء و50 في الثواب، وعاد في نفس الليلة إلى حيث بدأت الرحلة إلى مكة المكرمة. ومعنى الإسراء هو السير ليلا، وأما المعراج فهو الصعود إلى السماء. أعرج أي أصعد. والإسراء والمعراج في حد ذاتهما أمران خارقان للعادة، أكرم بهما سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه لما لقيه من تكذيب قومه، وذلك بعد أن توفت زوجته وتوفى عمه اللذان كان يساندانه، وقد أصبح يحدث بهما ويقول: لقد أسري وأعبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدث بهما قومه فسخر منه الكفار وارتد ضعاف الإيمان، لأنهم لم يتصوروا أن شخصا يقطع هذه المسافات الشاسعة في عصرهم ثم يصعد إلى السماء كما يزعم ويعود من ليلته. ولكننا نحن نعلم أن هناك إمكانيات، إن كانت إمكانياتنا البشرية الآن تمكننا من أن نصل من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس في سويعات قليلة، في يعني سبحان الله، الحمد لله أن نتقدم العلم بنا وصلنا إلى هذا الأمر. فهذا الأمر سهل التصديق بالنسبة إلينا، أما بالنسبة لهم فلم يكونوا يصدقون هذا، ومع ذلك طلبوا منه أن يصف لهم المسجد الأقصى فوصفه تماما، ولنا حديث عن هذا الأمر في لقاء آخر. المهم أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، ولم يقم بالروح فقط، لأنه لو كان بالروح فقط لما كان هناك معنى للتكذيب وارتداد بعض ضعاف الإيمان وسخرية الكفار. ألست تنام وتحلم أنك قد ذهبت إلى أمريكا أو فرنسا أو ألمانيا أو الصين؟ وإذا ما حكينا هذا الأمر لأي أحد لا يستغرب هذا، ولكن المعراج وقع بالروح والجسد. والذين يعترضون على وقوع المعراج بأن السماوات لا تقبل الخرق والالتئام، وبأن الإنسان لا يمكن أن يعيش خارق الغلاف الجوي إلى غير ذلك من الاعتراضات، لم يضعوا في أذهانهم أن الأمر خارق للعادة فلا يخضع للقوانين الطبيعية العادية، وإلا لما كان خارقا. وقد ثبت بالسنة الصحيحة وأشار القرآن إليه في سورة النجم: ويا قوم، سنتحدث في حديث قريب إن شاء الله عن الإسراء والمعراج بالتفصيل.
ولو أخذت أعدد معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية لما انتهينا. من ضمنها نبع الماء من بين أصابع يديه صلى الله عليه وسلم، وقد رأى الصحابة منه الكثير من المعجزات صلى الله عليه وسلم. ولكني أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فضلا ضعوا لايك واشتركوا في القناة، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.